بعد ما اتكلمنا كتير عن اكاذيب الاخوان والمؤامرات اللي بتحصل لفشل كتير جدا رغم فشلهم، هم طبعا لسه بيحاول لانه لازم يفضل دوره مستمر عشان يفضل ياخد فلوس. الراجل لو ما قداش هذا الدور اللي هو بيقوم بيه في انه ينشر اشاعات واكاذيب عن مصر ويحاول، هيقبض منين؟ الراجل عايز ثمن الخيانه. عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم عن نتائج هذا الفشل، وهل تكرار الفشل مع وعينا ومواجهتنا لفوضى الإخوان بيكتب شهادة وفاة تانية لهذه الجماعة الإرهابية اللي حاولت إنها يعني إيه تنعش نفسها شوية؟ السؤال ده هنجاوب عليه مع حضراتكم مع ضيفنا اللي بينضم إلينا عبر كاميرا إكسترا نيوز، الأستاذ مصطفى أمين الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. أستاذ مصطفى صباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا بيك أستاذ مصطفى. يعني خلينا نجاوب على هذا السؤال اللي احنا طرحناه في البداية، هل حضرتك بتشوف أنه فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى في مصر، وللحقيقة هذه الدعوات فشلت أكتر من مرة، يعني ما حدث أو دعوات 20 سبتمبر لم تكن الأولى، احنا عارفين انه هذه الجماعة يعني بتلفظ انفاسها الاخيرة، هل هتستمر هذه المحاولات؟ وهل وعي المصريين هو من يكتب شهادة وفاة جماعة الاخوان الارهابية؟ هو طبعا بلا شك هي هتستمر المحاولات، مش هتتوقف. جماعة الاخوان بتعتبر ان الاستمرار هو جزء من بقائها، لكن هناك عدد من حوائط الصد دايما بتقف في وجه جماعة الإخوان المسلمين في كل دعواتها الفاشلة السابقة والحالية وحتى المستقبلية. الفشل دوت بيتمثل، أو حائط الصد ده بيتمثل في وعي الشعب المصري. الشعب المصري أصبح مدرك خطورة اللي بيتم على الأرض، الشعب المصري أصبح فاهم إن هذه الجماعة بتحاول تستغل بعض مشكلاته من أجل عودتها للحكم مرة تانية. الشعب المصري أصبح مستوعب فكرة أن هذه الجماعة فشلت فشل ذريع في الحكم، وبالتالي إمكانية عودتها مرة تانية أصبحت مسألة منتهية. فبالتالي الشعب يعني أصبح عنده من الوعي اللي يخليه يدرك يعني خطورة وأهداف هذه المخططات. لكن خلينا أكلمك في الجزء المتعلق بالمدعو محمد علي. محمد علي دوت الجماعة بتشتغله بشكل واضح. الجماعة بتعتبر ان وجود النوعية دي من الاشخاص اللي هم مش اخوان ولكنهم بيحاولوا اثارة بلبلة او محاولة لهدم الدولة المصرية زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار، بتعتبرهم جزء من مخططها للعودة للسلطة مرة تانية ومحاولة الاستفادة من اي عنصر يحاول ان هو يكون في مواجهة الدولة المصرية، وهم بيقفوا من خلفه بدون أن يعني يدلوا دعم كبير عشان يوصلوا في النهاية لفكرة أن هو لو نجح هذه الدعوات مثلا هم بيكملوا بعده، ولو ما نجحش هم بيلفظوه، وهو بيتعاملوا معاه باستهانة شديدة زي ما أشرت قبل كده. تمام. طيب خليني ارجع واسال حضرتك، الاخوان نفسهم او شباب الجماعه الارهابيه ما بقاش عندهم ثقه في قيادات الجماعة، لأنه من الواضح أنه قيادات الجماعة دول ناس بتاخد مبالغ قوية رهيبة جدا، وبالتالي هو بيغرر بالشباب الصغير بتوعه أو بيبتدي يضحي بيهم أو يضعهم في المقدمة وهو قاعد بره أو في مكان ما أو في وظيفة أخرى. يعني حالات الانقسام دي مع يعني خلينا نقول الضربة القوية اللي وجهها وعي المصريين لجماعة الإخوان الإرهابية. وفي الحقيقة عدم الثقة اللي تولد عند شباب الإخوان تجاه قيادات الجماعة زاد هذا الأمر بعد 30 يونيو وحتى له امتداد ما قبلها. يعني الشباب بتاع الجماعة أدرك أن القيادات الحالية قيادات لا تستطيع إدارة شؤون الجماعة، وهي اللي أوصلت جماعة الإخوان وحزبها إلى هذا الفشل في 30 يونيو. وبالتالي الشباب شايف نفسه ان هو بيدفع الثمن من خلال الاعتقال والدفع في اتون التظاهرات في وقت سابق ودخول السجون وغيرها.
وبدون اي مقابل، يعني هو بيدفع ثمن فشل قيادات. لكن خليني احدد نوع الشباب دول نفسهم. الشباب دول ممكن نقسمهم نصين او قسمين. يعني القسم الاول هو العضو التنظيمي الحركي اللي مرتبط بالجماعه بشكل عضوي، واعتقد ده ما يقدرش يخرج من الجماعه لاي سبب من الاسباب، وشارك في اعمال عنف وتظاهر ضد الدوله المصريه. ده انا ما بشتغلش عليه، مش عاوزه، لان دوت يعتبر في حكم القانون هو شخص ارهابي. لكن في قاعده ثانيه وفي قسم ثاني مهم، اللي هم المتعاطفين مع الجماعه او العناصر اللي ما تورطتش في اعمال عنف وتظاهر. الجزء ده هو الجسد الضخم او هو الخزان البشري الضخم داخل جماعه الاخوان المسلمين، وهي اللي الجماعه بتفقده دلوقتي بشكل واضح. لان وجد ان هذه الجماعه بتدفع به لاتون العنف واتون التدمير في الوقت انه لم يجد اي مقابل في هذا الامر، بيخسر مستقبله، بيخسر حياته في مقابل لا شيء. بينما قيادات الجماعه في الوقت الحالي بتدير التنظيم من الخارج، بتتلقى تمويلاتها من الدول الداعمه ليها سواء قطر او الدعم الموجود في تركيا، وهو لا يتلقى شيء من هذا الامر. بل اكثر من ذلك، ان بعضهم اللي بيهرب للخارج ما بيجدش اي دعم واضح من الجماعه، بل بيجد نفسه عرضه للتشتت والهجره ويعني وضياع المستقبل في الوقت اللي قيادات الجماعه بتنعم بالاموال وغيرها. ويمكن هو ده اللي شفناه بشكل واضح حتى في الملاسنات والمناقشات والتسريبات اللي بتخرج من جماعه الاخوان المسلمين من وقت الى اخر. فاعتقد ان المساله متجهه في الجماعه الى مرحله شبه نهائيه. طيب خليني اسال حضرتك برضو ونضيف على ما حضرتك تذكره، وقائع كثيره جدا بتاكد انه حصل خيانه من قيادات الجماعه لشباب الاخوان، اللي فيه تكرار لهذه الوقائع واكثر من وقعه تم اثارتها. ويمكن ده خلينا نربطه بحاله الانقسامات اللي حضرتك بتتكلم عنها يا استاذ مصطفى. هو تاريخ الخيانات في الجماعه او الانقسامات في الجماعه او الخروج على الجماعه هو تاريخ طويل، يعني بدا حتى في وجود حسن البنا في اربعينات القرن الماضي، عندما خرج احد عناصر مؤسس الجماعه اسمه محمد خميس لاسباب متعلقه بالتنظيم، وايضا بعده تبعه خروج احمد السكري لاسباب ايضا متعلقه بالتنظيم، وده كان من الاشخاص المؤسسين للجماعه. ثم بعد كده حتى اعضاء التنظيم السري للجماعه والتنظيم الخاص خرج بعضهم من الجماعه، وتولد بعد كده انشقاقات داخل الجماعه بشكل كبير. دي كل الانشقاقات والانقسامات حتى الموجوده دلوقتي بتؤكد ان هناك حاله من الانفراد بالقرار داخل جماعه الاخوان، وان الحديث عن مجالس الشورى والديمقراطيه واختيار القيادات ده كله امر عبثي. بص، اي شخص عنده عقل وعنده قدره على المناقشه والحوار بيخرج من الجماعه. لو انت راجعت اسماء المنشقين او الخارجين عن الجماعه عبر تاريخها تجديهم اشخاص يعني عندهم قدره على المحاوره، عندهم قدره على النقاش، عندهم قدره على اثاره المشكلات داخل الجماعه. ده مصيره الطبيعي بيكون خروج بره الجماعه، لان الجماعه مش عاوزه النوع ده من البشر. الجماعه جماعه يعني تكلست، الجماعه جماعه متصلبه من الداخل، لا تريد الا اشخاص مؤمنين بسمع الطاعه. هو لما بياخد منه سمع الطاعه في البدايه هو مش عاوز يسمع منه غير اللي هو بيامره بيه، هو عاوز يحركه كالبيدق، عاوز يحركه ك يعني قطع الشطرنج، هو لا يريد الا هذا الامر. لما الشخص او العضو يبدا يناقش ويشوف المشكلات ويخرجها بيكون مصيره الطرد من الجماعه، وحتى التسفيه من ارائه والسخريه منه ومحاربته حتى في لقمه عيشه. ويمكن ده اللي خرج بشكل واضح وتم الحديث عليه من جانب العديدين من عناصر الجماعه اللي خرجوا عنها. فبالتالي الجماعه بتعمل عمليه اغتيال معنوي لاي شخص يخرج عنها. في الوقت الحالي الامر مختلف، الجماعه يعني غير مدركه لهذا الامر دلوقتي. ليه؟ لان الجماعه بتعيش محنه مختلفه. الجماعه حكمت وكان لها برنامج وكان لها طريقه حكم معينه، طبعا فاشله بكل المقاييس. نعم. هذه الطريقه افقدت عناصرها عدم الثقه فيها، لم تدير الدوله بشكل جيد، استفزت كل المصريين، اثارت خصومات وخلافات مع كل مؤسسات الدوله، دفعت الشعب المصري للخروج بالملايين ضد هذه الجماعه.
وبالتالي اثبتت بشكل عملي وبشكل واضح انها غير قادره على الحكم، ليس لديها مشروع اصلاح المجتمع المصري، وبالتالي كان اللفظ ده موجود، لفظ المجتمع ليها امر اساسي في 30 يونيو. الامر ده تطور بعد 30 يونيو من خلال يعني شباب الجماعه والعديد من قياداتها وعناصرها اللي وجدوا ان الجماعه طب ماذا عن المرحله اللي 2012 هي نفس الجماعه اللي بتدير الفشل فيها 2000 حتى الوقت الحالي. طيب استاذ مصطفى، ما توقعاتك للمرحله الجايه في الحرب الاخوانيه على مصر بعد حرق ورقه المقاول الفاشل الهربان وفشل الدعوات اللي قام بيها واللي كانت بتسندها هذه الجماعه الارهابيه في مصر، وطبعا كانت مسانده بقى من القنوات واللجان الالكترونيه المختلفه يعني والقيادات الهاربه في الخارج، يعني ما توقعات حضرتك للمرحله القادمه؟ خليني اقول لك ان لازم نفصل ما بين استغلال الجماعه زي ما اشرت لبعض الاشخاص زي المادو محمد علي وغيره ومحاوله توظيفهم لخدمه مشروع الجماعه في العوده للحكم مره ثانيه اذا عادوا يعني. وطبعا ده امر مستبعد، ده من المستحيل، مستحيل كمان عشان الشعب المصري مش هيقبل بهذا الامر طبعا. لا، الامر الثاني المهم اللي هو استراتيجي الجماعه ورؤيتها فيما يتعلق بالمواجهه مع الدوله المصريه. الامر ده متداخل فيه يعني اسباب وعوامل عده، بيأتي على راسها ان الجماعه ليس لديها بديل اخر للمواجهه، هو ده البديل، يعني هو ده الطريق الوحيد للمواجهه ما بين الجماعه وما بين الدوله المصريه. الجماعه اصبحت مدركه تماما ان لا يوجد اي مصالحه معاها، الدوله المصريه لن تقبل بعودتهم مره ثانيه للاندماج في الحياه المصريه، جماعه ارهابيه، الشعب المصري لن يقبل عودتهم باي شكل من الاشكال، وبالتالي اصبح هذا الطريق طريق العنف وطريق يعني ممارسه الضغط على الدوله المصريه واستفزازها هو الطريق الوحيد. ده عامل مهم وده امر دايما لازم نضعه في اعتبارنا عند يعني مناقشه اي مستقبل للجماعه. هناك امر اخر ان الجماعه بتستغل بشكل وظيفي من قبل دول بعينها وعلى راسها تركيا طبعا وقطر. هل ان هو مقبول او مسموح للجماعه وقيادتها اللي بتدور في الوقت الحالي سواء ابراهيم منير او العناصر الباقيه في قياده الجماعه في التنظيم الدولي، اللجنه اللي بتدير دلوقتي في الخارج، هل يسمح لها من قبل تركيا او قطر انها تقوم بشكل منفرد ب يعني تنحيه نفسها والتوقف عن استفزاز الدول المصريه ومواجهتها؟ اعتقد ده امر مستبعد، لان الدول دي زي ما استغلت الجماعه واستفادت منها يعني امر مستبعد يعني ان تتوقف هذه يعني الامر المستبعد لها. بس خلينا ناخد هذه الجزئيه استاذ مصطفى، الامر المستبعد انه هذه الجماعه هتستمر في الهجوم لانه دي رغبه الدول المعاديه لمصر، وبالتالي يعني بتستخدم الجماعه كاذرع او من الاذرع للهجوم على مصر يعني. بالظبط كده، ده امر تاني. الامر الثالث والمهم هي الجماعه نفسها ايديولوجيتها قائمه على المواجهه والصراع، يعني بتستفيد دايما من فقه المحنه في محاوله كسب عناصر جديده والحفاظ على العناصر المتبقيه عندها، ما عندهاش بديل تاني، هو ده الطريق والمسار اللي يعني لا تستطيع ان تسلك سوى، يعني لا تستطيع ان تسلك غيره. ده امر مهم، فاستمرار الجماعه اعتقد في تقدير امر يعني مستمر. ده بقى بينقلنا للجانب الاخر المهم او الرؤيه المهمه في هذا الامر اللي هي رؤيه المواجهه. الدوله المصريه يجب عليها انها تستمر في مواجهه هذه الجماعه، محاوله القضاء على افكارها ومناقشتها وضحض هذه الافكار، منع الجماعه من الوصول للمصريين عبر منابرها، ويمكن ده الدور اللي بيقوم به الاعلام في الوقت الحالي في المواجهه الشامله. هو غير مقبول ان انت تترك الجماعه تصل الى المواطن عبر منابر الفتنه وقنواتها الموجوده في تركيا وانت صامت، لازم تواجهها وترد على كل الاشاعات والاكاذيب اللي بتحاول طول الوقت انها تروج ليها وتحاول تكسب بيها عند المصريين اي قاعده، طول ما في رد، طول ما في مواجهه حقيقيه. وعشان كده المصريين بداوا يسمعوا، يعني هو بيسمع الاشاعات لما بيجي التفنيد ليها من جانب الاعلام ومن جانب المفكرين والمثقفين المصريين، المواطن بيسمع وبيبدا يستوعب ويفهم. يعني انا بقول لا، يجب علينا ان احنا ما نتركش المواطن فريسه لهذه الافكار الهدامه والاكاذيب والاشاعات.
كل اكذوبه وكل شائعه يجب الرد عليها ومواجهتها بشكل قوي، ويمكن ده الدور اللي بتقوم به قناتكم الكريمه يعني بشكل واضح في الوقت الحالي. انا بشكر حضرتك طبعا، لكن خليني اخيرا، هل هذا الاستمرار في الهجوم على الدوله المصريه، يعني احنا هنا بنتكلم على الاشخاص تحديدا يعني بايجاز هذه القيادات الهاربه، يعني هيستمروا ايضا رغم هذا الفشل في الحفاظ بقى على التمويل اللي حضرتك يعني كما ذكرنا ان هو بيتلقوه، يعني هو شخص بلا ايديولوجيه محدده، هو بالنسبه له المساله تتعلق ب هتدفع كام عشان انا هعمل لك ايه. هو في الحقيقه عشان نفهم برضه موضوع التمويل عند جماعه الاخوان لازم نفهم طبيعه التمويل نفسه يعني ومنابع هذا التمويل. في جزء من التمويل لدى جماعة الإخوان اللي هو المتحصلات اللي حصلت عليها الجماعة من اشتراكاتها وتجارتها الموجودة داخل مصر أثناء يعني وجودها في داخل الدولة المصرية أو ممارسة نشاطها قبل 30 يونيو. الجزء ده اللي كان بيديره ومسيطر عليه وكان بيوظفه في الخلايا النوعية والصرف أو على هياكل الجماعة أو بقايا هياكل الجماعة الموجودة في مصر كان محمود عزت. محمود عزت بعد القبض عليه حصل مشكله في هذا الجزء، فدلوقتي بقى ابراهيم منير وهو عنده منير مشكله اخرى. ابراهيم منير بقى معاه الجزء الثاني من التمويل اللي هو تمويل خارجي. يعني اذا يا استاذ مصطفى عشان بس نظرا يعني عشان الوقت بس، لان احنا طبعا يعني اقتربنا من موجز العرائس كل ساعه، ولكن يعني هو في الاخر راجل هيقعد يدور على الفلوس وخلاص بدون هدف ولا عقيده. كل الشكر ليا الاستاذ مصطفى امين الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه، بشكر حضرتك على وجودك معانا.